مشاهدينا مرحبا بكم، هذه حلقة جديدة من اسأل. زيارة المفوض ياسر المفوضة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون للمرة الثالثة إلى مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو، والأولى بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واللذان وصفا بأنهما الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث. تطرح العديد من الأسئلة حول وضع جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بعد صدور حكم بحلها، وفرص المصالحة ومستقبل التظاهرات. هذه الأسئلة وأكثر يجيب عليها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو المكتب الإعلامي للجماعة عبد الله الحداد. بداية سيد عبد الله، دعني أرحب بك معنا. أهلا وسهلا، أنا بس أريد أن أصحح معلومة صغيرة، أنا لست متحدث إعلامي، أنا مجرد فقط عضو المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في لندن. نعم، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك الآن جيدا. دعني أبدأ معك بالسؤال الأول، كيف رأيتم زيارة المفوضة الأوروبية إلى مصر، وما طرح عن أنها جاءت بمبادرة للتصالح ما بين جماعة الإخوان المسلمين والتي أصبحت محظورة للمرة الثالثة، والحكومة التي المدعومة من جانب الجيش؟ بس أريد أن أوضح نقطة صغيرة، لعلم إن كنت سمعتيني أم لا، أنا لست المتحدث الإعلامي، أنا مجرد فقط عضو المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان في لندن. نعم. بالنسبة للسؤال فهناك ثلاث نقط. أول نقطة، كاثرين أشتون عندما جاءت إلى مصر لم تقدم أي مبادرة، ولم نقدم نحن كجماعة الإخوان المسلمين أو التحالف الوطني لدعم الشرعية أي مبادرة، وإنما هي جاءت بدعوة للتحالف الوطني، وذهب التحالف الوطني وفد معين يعني يسمع كلامها ويريد يرى ماذا تقول. النقطة الثانية وهي نقطة التصالح، لا يوجد تصالح مع هؤلاء الانقلابيون، لا يوجد تصالح مع من سفك الدماء ومع من ساهم في سفك الدماء. هؤلاء هذا ليس معترك سياسي، هذا مسار ثوري، هذه موجة ثانية من ثورة 25 يناير، ولا يوجد تصالح فيها. التصالح فقط هو مع من مع الأطراف السياسية المختلفة التي إنه شاركت معنا في المسار الديمقراطي. نعم. النقطة الثالثة، يعني هؤلاء هم الانقلابيون الذين يعني قاموا بالمذابح ليس فقط لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن لكل مصري حر نزل إلى الشارع وشارك في المسيرات السلمية حتى يرفض هذا الانقلاب ويريد أن يستعيد ثورته، ثورة 25 يناير. وبالتالي الموضوع لا يتعلق بفصيل سياسي معين، وإنما يتعلق بأي مواطن يريد أن يسترجع ثورته. ولكن سيد عبد الله، دعني أخبرك أنه نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي نقلت عنه رويترز، وقال أن أشتون جاءت للقاهرة في مسعى لإجراء مصالحة سياسية بين الحكومة المصرية المدعومة من الجيش وجماعة الإخوان المسلمين. أيضا جريدة الأهرام كانت قد نقلت أن مبادرة الاتحاد الأوروبي تطالب بالاعتراف بخارطة الطريق من جانب جماعة الإخوان المسلمين ووقف المظاهرات، إدانة العمليات الإرهابية في سيناء مقابل الإفراج عن المقبوض عليهم ورفع الحراسة عن أموال الجماعة ومشاركة الجماعة في المرحلة الانتقالية. وذلك يطرح تساؤلا، هل هناك بالفعل تفاوض ولكن كلا الطرفين يخشى أو يعني يتجنب الحديث عن هذا التفاوض حتى لا يخسر صورته أمام مؤيدي وداعمي سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجماعة، أما أو أنها يعني تسريبات خاطئة حتى هذه اللحظة؟ هذه تسريبات خاطئة. جماعة الإخوان المسلمين لا تتحدث باسم أحد، جماعة الإخوان المسلمين لا تتحدث باسم الثورة ولا تتحدث باسم الرئيس. هناك رئيس شرعي كان منتخب من قبل الشعب، هناك مؤسسات شرعية منتخبة متمثلة في مجلس الشورى والدستور المستفتى عليه. نحن نؤمن كجزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية أن أي مبادرة تطرح لحل هذه الأزمة المتكونة في مصر يتم التحاور معها مع الرئيس المنتخب هو الدكتور محمد مرسي، لا يتم التحاور معها مع فصيل سياسي، لأن يعني هذه إهانة للشعب المصري. الشعب المصري لا يوجد أحد وصي على الشعب المصري، هناك رئيس منتخب في مسار ديمقراطي وهو ما هو من مسؤول عن حل أي أزمة سياسية، وهو الدكتور محمد مرسي. النقطة الثانية، نحن أدنا جميع أنواع العنف الموجودة، نحن نؤمن أن الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رفض هذا الانقلاب هو الحراك الشعبي السلمي، هي كل الأساليب الثورية المطروحة في إطار السلمية، نرفض أي عنف وأدنا كل أنواع العنف، لا يوجد دم، الدم كله حرام، يعني لا يوجد دم يتم تبريره في السفك،
نحن قام هؤلاء الانقلابيون ضد كل من نزل إلى الشارع بجميع أنواع المذابح بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها، لا يوجد تصالح مع هؤلاء. يجب على هؤلاء أن يذهبوا، يجب على هذا الانقلاب أن ينكسر، يجب على الجيش أن يعود إلى ثكناته العسكرية يحمي أمننا القومي، لا يتدخل ولا نجدوه في المدارس يلقن الطلبة أنه هو الشرعية المسلحة الجديدة. لا، هذا عبد الفتاح السيسي الذي يريد أن يؤسس لدولة مرة أخرى، دولة ديكتاتورية، دولة فاشية، نعم. الجيش هو الذي يحكم فيها والعسكر هو الذي إذن يحكم فيها. أنت تنفي تماما وجود أي مفاوضات أو أي نية حتى للتفاوض حول الوضع الراهن، وتجد أن الرئيس المعزول محمد مرسي هو الذي بيده أن يقوم بعملية التفاوض. دعني أسألك، لماذا تجاهلت المفاوضة هذه المرة الحديث عن الدكتور محمد مرسي، والتي كانت في المرتين السابقتين في مرة منهم أكدت على ضرورة الإفراج عن الدكتور محمد مرسي، والمرة الأخرى كانت قد زارته، لكنها هذه المرة تجاهلت تماما الحديث عن الدكتور محمد مرسي؟ وأيضا المتحدثين باسم تحالف دعم الشرعية لم يتحدثوا بنفس الصيغة التي كانت تبدأ في كل مرة بضرورة عودة الدكتور محمد مرسي إلى منصبه كرئيس منتخب للبلاد. هل تغيرت قواعد الاتفاق أو تغيرت صيغ المفاوضات أو حتى صيغة رؤية المستقبل بعد هذه الفترة؟ لا، هذا الكلام يعني خطأ. الدكتور عمرو دراج وهو قال في تصريحه واضح جدا أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التفاوض أو المبادرات إلا تحت عودة مظلة المؤسسات المنتخبة المتمثلة في الرئيس والدستور والمجلس الشورى والإفراج عن كل المعتقلين ومحاسبة هؤلاء القتلة الذين سفكوا الدماء. هي إذا كانت هي لم تذكر الدكتور موسي أو ذكرته، أنا لا أعلم ما الذي يعني قيل بالضبط، ولكن نحن نقول هذا هو موقفنا، ونحن كجزء من التحالف هذا هو الموقف الصريح. إذا كانت هناك أي مبادرة فالمبادرة لها قاعدة معينة للتفاوض. نعم، إذن أنتم تعولون على عودة المؤسسات المنتخبة وعودة الشرعية إلى الرئيس. ما هي الأدوات التي تستخدمونها أو المطروحة للاستخدام إن لم يكن هناك تفاوض على تحقيق ما تتحدث عنه أنتم الآن؟ يعني نحن نستخدم كل الأدوات والأساليب الثورية في الإطار السلمي حتى ينكسر هذا الانقلاب. يعني هناك فعلا نقطة أن الأساليب التقليدية التي اتبعت مع النظام مبارك لن تحقق نفس التأثير مع هذا النظام الفاشي. نحن نتعامل مع نظام فاشي دموي ديكتاتوري يحتاج إلى أساليب مبتكرة. شاهدنا أساليب كثيرة ظهرت في الأيام الماضية، هناك تدرج في العصيان المدني، هناك مظاهرات في أماكن تعتبر يعني ذات حساسية لهؤلاء الانقلابيون، نريد أن نوجه لهم الرسالة. الحراك الشعبي السلمي مستمر حتى ينكسر هذا الانقلاب. الآن الأفكار كلها مطروحة من جميع المشاركين في المظاهرات، رأينا الشباب والطلبة وجميع أطياف الشعب تحرك نفسها بنفسها، لا يوجد أحد وصي على هذا الشعب حتى يحركوا في المكان الذي يريده. هناك مواطنين مصريين ذو عزة وذو كرامة ذو حرية يؤمنون أنهم يجب أن يستمروا في هذا الحراك حتى ينكسر هذا الانقلاب. نعم، دعني أنتقل بك إلى نقطة أخرى مرتبطة بقرار حل جماعة الإخوان المسلمين والذي صدر منذ أيام. هذا القرار يأتي للمرة الثالثة بحل جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي يرى بعض المراقبون أن هذا هو نهاية جماعة الإخوان المسلمين في مصر كفاعل في المشهد السياسي. هناك آخرون يراهنون على أن الجماعة مستمرة نظرا لأنها تنظيم ضارب في جذور الدولة المصرية. أنتم كقائمين على هذه الجماعة، كيف ترون هذا القرار؟ وكان قد وصف في بيان لكم بأنه قرار فاشي وفاشل على حد قول البيان، ولكن ما هي الأدوات أيضا التي تستخدمونها للوقوف في وجه هذا القرار أو مواجهته أو حتى الطعن عليه والتعديل عليه؟ يعني هو قرار الحل بدأ تنفيذه منذ بداية هذا الانقلاب، ولكن لم يتم تنفيذه ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ولكن كل مواطن مصري نزل إلى الشارع حتى يرفض هذا الانقلاب. يعني هذا قرار كما ذكرتي أنه هذا هو القرار الثالث. جماعة الإخوان المسلمين يعني مستمرة في هذا في المجتمع وفي خدمة المجتمع المصري ومستمرة في الوجود،
ومستمرة مع الشعب في الحراك الشعبي السلمي حتى ينكسر هذا الانقلاب. لن يؤثر هذا القرار من قريب أو بعيد على أي نوع من أنواع الحراك. اليوم شاهدنا هذه اللجنة التي يتم تشكيلها لإدارة أموال الجماعة، يعني ليس هذه أول مرة يتم التضييق على أفراد جماعة الإخوان المسلمين من حيث الحبس أو من حيث التضييق عليهم في الأموال، ولكن هو يعني كل ما في الأمر إن هناك مؤسسات تم بناءها من قبل الجماعة وتم دعمها من قبل الجماعة وليست لها أي علاقة الآن بالجماعة. هذه المؤسسات كالمستشفيات وكالمدارس وكالجامعات الخيرية التي تخدم المجتمع المصري. هذه المؤسسات لا تحمل أي اسم من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هؤلاء الانقلابيون يريدون أن يفرضوا نفسهم على هذه المؤسسات وأن يعني يستنفذوا كل الأموال التي موجودة بها، حتى يعني ظنا منهم أن بهذه الأمور ستنكسر جماعة الإخوان المسلمين. ونحن نقول أنه لا يوجد أي يعني وسيلة أخرى لرفض هذا القرار إلا عن طريق كسر هذا الانقلاب من اوله لاخره. هذا القرار غير شرعي، وهذه محكمه اساسا غير مختصه بقرار الحل، ولم يوجد محامي ولم توجد اي احد يمثل نفسه في هذه المحكمه. والقرار يعني لا يتعلق فقط بجماعه الاخوان المسلمين، ولكن هل كل لديكم الاشخاص سيد الذين عبد الله، عفوا عن المقاطعه، هل لديكم وسائل سياسيه او قانونيه اخرى يتم التعامل بها حاليا، وخاصه ان دكتور ابراهيم منير كان قد نقل عنه عبر جريده المصري اليوم ان التنظيم الدولي للاخوان لديه اتصال مفتوح مع الاداره الامريكيه لدعم اخوان مصر، وانهم سيدعمونهم سواء بالتعاون مع الاداره الامريكيه او التواصل مع الساسه الغربيين ومسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي. هل هناك إجراءات بعينها تتخذونها لوقف تنفيذ مفردات ما قيل عنه أنه حل جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني النقطة الأولى وهو الحديث عن الاتجاه القانوني، يعني الحكومة أعلنت أنها لن الحكومة الغير شرعية حكومة الانقلابيين أعلنت أنها لن تتخذ أي قرار إلا بعد أن تنتهي المحكمة بعد الطعن ويبقى في قرار نهائي، والبارحة أعلنت أنها شكلت اللجنة. النقطة الثانية يعني ذكر مثال صغير، عندما تم اعتقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وذهب إليه محامي عبد المنعم، الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود، تم اعتقال المحامي الأستاذ عبد المنعم واعتقال مساعد المحامي. يعني لا تتكلمي معي عن إجراءات قانونية لأننا نتعامل الآن مع نظام فاشي دموي. النقطة الثانية، لا توجد أي اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الإدارة الأمريكية والإدارة الأوروبية أو إدارة أي شيء. جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل الشعب المصري، هناك مؤسسات منتخبة هي التي تمثله. نعم هناك وفود من أعضاء مجلس الشورى أو وفود من السابقة كانت في الحكومة الشرعية، أو كانت هناك أشخاص من الفريق الرئاسي، أو كان هناك أفراد أعضاء مجلس شعب سابق. هؤلاء يريدون أن يظهروا للمجتمع الدولي النظرة الأخرى لما يحدث في مصر، يريدون أن يظهروا للمجتمع الدولي الجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في مصر، القتل والحبس وحرق الجثث وقتل الصحفيين والتضييق على الناس في الشوارع. نعم حتى سيد يعني عبد الله، لكن حقيقة ما يحدث في مصر. هناك من يطالب بأن تقوم الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها بالتعامل مع مصر بقوانين الانقلاب، بمعنى أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات منع المعونة أو وقف المساعدات لمصر، وكذلك الاتحاد الأوروبي وغيرهم، وذلك يحسب طوال الوقت على أنها ضغوطات جماعة الإخوان المسلمين التي كانت المتضرر الأول من الانقلاب الذي تم تنفيذه في 3 يوليو. بعيدا عن كونكم تفعلون ذلك أو لا، هل تقبلون كجماعة الإخوان المسلمين تنفيذ مثل هكذا إجراءات على الدولة المصرية والتي هي بالفعل تعاني من انهيار اقتصادي، أو يعني ما يقرب من الانهيار الاقتصادي؟ يعني النقطة الأولانية والتي أوضحتها سابقا، جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل الشعب المصري في أي مكان. هناك أشخاص كانوا في مؤسسات شرعية منتخبة في مصر، هم من يمثلون المجتمع المصري في أي حديث مع المجتمع الدولي، وهم مفوضون من قبل التحالف الوطني لدعم الشرعية وكسر الانقلاب. النقطة الثانية، يعني عندما تتكلم عن المعونة الأمريكية، فالمعونة الأمريكية لا تذهب للشعب المصري ولا تذهب للاقتصاد المصري ولا ليس لها أي دخل بالاقتصاد المصري، ولما تذهب لهذه الفاشية العسكرية، لهذه القيادة العسكرية الفاسدة التي تستغل هذه الأموال حتى توسع مصالحها في المجتمع. فعندما نتكلم عن قطع المعونة، فنتكلم عن أن المجتمع الدولي هذا الصمت جراء ما يحدث في مصر هو من أعطى الضوء الأخضر لهؤلاء الانقلابيون الذين قاموا بهذه الجرائم ضد المصريين.
فبالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي أن لا يعترف بهذا الانقلاب، لا يعترف بهذه الحكومة الغير شرعية، وأن يعترف أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري، وأن يتوقف عن دعم هؤلاء الانقلابيون حتى تعود مصر إلى المسار الديمقراطي الصحيح، حتى تعود مصر، حتى تعود مكتسبات ثورة 25 يناير، حتى لا تحمى ثورة 25 يناير، حتى تعود مبادئ الحرية والعدالة في مصر، حتى لا نؤسس في مصر جمهورية جديدة فاشية ظالمة، جمهورية العنف وجمهورية الإرهاب. نعم، وضحت هذه النقطة سيد عبد الله. دعني أسألك، هل كل جماعة الإخوان المسلمين على قلب رجل واحد؟ وهذا السؤال في ضوء عدد من التصريحات المتضاربة والتي خرجت خلال الفترة الماضية، حوالي الشهر الماضي، فعندما تحدث المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع عن أنه إمكانية مراجعة الأخطاء، وهو ما نفاه السيد جهاد الحداد، وثم بعد ذلك تحدث المهندس صلاح سلطان عن أو دكتور صلاح سلطان عن أنه أرسل برسالة اعتذار وإعذار للشعب المصري عن الأخطاء السياسية التي ارتكبت من قبل جماعة الإخوان المسلمين، نفي ذلك من قبل الدكتور محمود حسين. هل هناك اتفاق داخل جماعة الإخوان المسلمين على طريقة التعامل مع الموقف السياسي الراهن، أم أن هناك أكثر من رأي وأكثر من اتجاه داخل الجماعة في التعامل مع الموقف السياسي الحالي؟ هناك اتفاق كامل داخل جماعة الإخوان المسلمين على أن الهدف الأساسي الآن هو العودة للمسار الديمقراطي والعودة إلى المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل الشعب. الأساليب هي التي تتغير ويتم استيعابها كلها ويتم دراستها حتى يتم دراسة أحسن، يعني الأسلوب صاحبة الأكثر تأثير. الأستاذ حمد زوبع جزاه الله خيرا تكلم بشكل شخصي، الدكتور صلاح سلطان والذي عندما تكلم عن الاعتذار لم يعني ان هذا الاعتذار يقدم لهؤلاء الانقلابيون، وانما يقدم لكل من ساهم معنا في ثوره 25 يناير ولكل اصحاب الثوره الذين شاركوا معنا في الحراك الشعبي السلمي ضد نظام مبارك. كان يريد ان يعتقد ان هذا الاعتذار سيرجع ثانيه ثوره 25 يناير، ولكننا اوضحنا اكثر من مره ان الهدف الرئيسي لجماعه الاخوان المسلمين وهي كجزء من التحالف الوطني لدعم الشرعيه وكسر الانقلاب ان يعود المسار الديمقراطي، وان جماعه كلها متفقه على هذا الامر. نعم، إذا تحدثنا عن الاعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، بالطبع لديكم معلومات عن ظروف الاعتقالات والتهم الموجهة. دعني أسألك عن بداية السيد جهاد الحداد، وهو أخوك معتقل منذ فترة، وأنت تحدثت عن أن ظروف اعتقاله سيئة، ماذا عن البقية؟ وهل لديكم معلومات عن مكان احتجاز الدكتور محمد مرسي أم لا؟ لا، ليس لدينا أي معلومات عن مكان دكتور محمد مرسي. كل ما لدينا من معلومات أن يعني معظم الأشخاص الذين تم اعتقالهم خصوصا من القيادات موجودين في حبس انفرادي ويتم معاملتهم معاملة سيئة جدا. ده يعني غير الآلاف وعشرات الآلاف من المعتقلين، ده غير عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا نعلم عنهم أي شيء. هم ليسوا فقط من جماعة الإخوان المسلمين، والذين يعني كثير منهم كانوا فقدوا من أحداث ربعة والنهضة. ظروف الاعتقال هناك تعذيب واضح، وليس فقط حتى للمصريين فقط، لأن رأينا حتى المواطنين الكنديين الذين أضربوا عن الطعام بسبب ما شاهدوه في السجون، رأينا شهادات كثيرة، رأينا ما حدث في سيارة سجن أبو زعبل. هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الانقلاب، هؤلاء هم الانقلابيون الفاشيون الذين يمارسون أبشع صور الانتهاكات ضد المصريين من حبس ومن تعذيب ومن قتل. يعني هذا ليس فقط لجماعه الاخوان المسلمين ولكن لكل الامور. اخي جهاد الحداد موجود نعم في حبس انفرادي، وهناك الكثير موجودين معه في السجن في الحبس الانفرادي ويتم معاملتهم معامله سيئه. ما هي التهم الموجهه لجهاد الحداد على سبيل المثال؟ يعني في حقيقه الامر هناك تهم كثيره، ان هو يعني كان بيحاول يحرض على العنف، وان هو بيطالب المجتمع الدولي بالتدخل، والدور الوحيد الذي كان يلعبه اخي يعني هو كان بيكتب على تويتر ويتكلم مع الاعلام الغربي، وهو هو هذا الشيء الذي ظن هؤلاء الانقلابيون انه هو من يحدث التاثير الحقيقي. هو كل ما كان يحاول ان يفعله ان يوصل رساله للمجتمع الدولي حتى يعلموا حقيقه ما يحدث في مصر وحتى يعلموا حقيقه هؤلاء الانقلابيون. نعم، هل هناك امكانيه على
التفاوض مرة أخرى، ودعني أذكر كلمة التفاوض مرة أخرى، في مقابل خروج بعض قيادات الجماعة أو يعني تحسين أوضاع وظروف قيادات الجماعة الموجودة داخل المعتقلات أو السجون، وأيضا الأفراد ليس فقط القيادات. يعني خروج قيادات جماعة الإخوان المسلمين لن يحل المشكلة التي نحن فيها، لن يرجع ثورة 25 يناير، لن يرجع المسار الديمقراطي، هذا تفكير خاطئ. نحن عندما نزلنا الشارع لم ننزل لأشخاص، نحن لا ننزل لأشخاص، نحن ننزل لفكرة، والفكرة التي نزلنا لها هي ثورة 25 يناير. نحن نرفض تماما، وكل المصريين يرفضوا تماما أن يتم أي نوع من أنواع التفاوض والتنازل مقابل أشخاص، هذا الكلام خاطئ. نعم. عندما نتكلم عن الدكتور محمد مرسي لا نتكلم عنه كشخصه، وعندما نتكلم عن النزول للشارع لا يعني هذا نحن نخاف على جماعة الإخوان المسلمين ونحن نرفض أن تفشل جماعة الإخوان المسلمين. نحن هدفنا هي عودة ثورتنا، ثورة 25 يناير، المكتسبات ضحينا لها كثيرا، عشنا 3 سنين تحت نسيم الحرية، حاولنا أن احنا نبني بلدنا في مسار ديمقراطي ونعمل مؤسسات منتخبة، اختلفنا مع بعض كتير، مفيش مشكلة، عندنا انتخابات نحل اختلافاتنا مع بعض، مش عاوزين هؤلاء الفسدة يخشوا بينا، مش عاوزين هؤلاء الفسدة يمسحوا ثورتنا اللي احنا نزلنا ليها. ما ينفعش التاريخ يكتب ان الشباب اللي نزلوا عملوا ثورة 25 يناير والشباب هم اللي ضيعوا ثورة 25 يناير. ناس نازلة الشارع مش نازلة لحد، ناس نازلة للفكرة، نازلة للثورة بتحمي، ناس نازلة علشان في دم بيت 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 بي يعني دم بيسيل في الشارع، في نعم. إذا انتهاكات سيد صريحة عبد الله، واضحة. سيد عبد الله، إذا كنت تتحدث عن استعادة ثورة 25 من يناير وضمان الوقوف على مكتسباتها وعدم تركها تذهب هباء، هناك من يعتقد بضرورة أن تقدم جماعة الإخوان المسلمين اعتذارا فعليا للشعب المصري عن أخطاء يرون هم أنها ارتكبتها في حقهم، ما قيل أنه الأخوان، ما قيل أنه استبداد جماعة الإخوان المسلمين بالسلطة، ما قيل أنه تجاهل لدمج التيارات والحركات الأخرى وخاصة التيارات الثورية، يعني وليست فقط الأحزاب السياسية. هناك من يرى ضرورة أن تقدم جماعة الإخوان المسلمين اعتذار للشعب وللحركات السياسية ولمن قاموا على ثورة 25 من يناير، هل تتفق مع ذلك أو تراه أمرا بعيدا ومرفوضا؟ يعني هناك 3 نقط في هذا الموضوع، وهي فكرة أول نقطة، وهي أن المبادئ لا تتجزأ، وإزدواجية المعايير الكارثية التي نراها هذه الأيام من هم كانوا يحسبون على الثورة. وأضرب مثال صغير، عندما نزل الشباب إلى التحرير أول أمس ونزلوا إلى الميدان وعملوا يعني مظاهرة صغيرة استمرت لمدة حوالي 3 ساعة أو نص ساعة، رأينا سخرية من بعض هؤلاء الذين يحسبون على الثورة مما فعله هؤلاء الشباب، وهم وليسوا شباب الإخوان المسلمين، هم حركة شباب ضد الانقلاب. هذه السخرية التي كنا نراها من كانوا ضد ثورة 25 يناير، دي ازدواجية في المعايير، دي أشخاص للأسف الشديد مبادئهم تجزأت والمعركة بالنسبة لهم معركة شخصية، ولا يريدون العودة لثورة 25 يناير، ولا يريدون أن لا يعني ليس عندهم مشكلة أن تذهب الثورة هباء، فقط لأن حقدهم وكراهيتهم لفصيل سياسي معين غلبت على مبادئهم التي كانوا يؤمنون بها والتي يعني للأسف تماما لا يؤمنون بأي شيء. النقطة الثانية، وهو نعم نحن هناك اختلاف سياسي بين الفصائل السياسية، وهناك أشخاص كانوا مختلفين مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهناك ناس كانت مختلفة مع أمور الدكتور مرسي. كيف نحل هذا الاختلاف وكيف نستوعب هذا الاختلاف؟ عن طريق مسار ديمقراطي، عن طريق انتخابات، عن طريق الصندوق. الدكتور محمد مرسي اعترف بأنه أخطأ واعتذر عن خطأه وقدم مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تكونت على الساحة في 30 من يونيو. وأنا أريد أن أذكر شيئا صغيرا، إذا نجحنا في كسر هذا الانقلاب لا يعني أننا حلينا الأزمة كلها، لا، ده هو يجب أن عندما يرجع الدكتور محمد مرسي بإذن الله سيكمل المبادرة التي اتخذها في 30 من 6، لأن هناك أشخاص نزلوا في يوم 30 حتى يعبروا عن رأيهم للدكتور محمد مرسي، والدكتور محمد مرسي خرج وقدم المبادرة التي أخذها منه عبد الفتاح السيسي وزاد عليها تدمير المسار الديمقراطي، وهذا هو الشيء المرفوض، وهذا هو الذي ننزل الشارع حتى نرفضه. نعم. للأسف وضحت الشديد هذه النقطة يعني سيد عبد الله، وضحت هذه النقطة فيما يتعلق بالاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في الشارع منذ 30 من يوليو حتى هذه اللحظة، والتي زادت بعد فض اعتصامي ربيع العدوية والنهضة
إلى أي مدى تعولون على هذه المظاهرات والاحتجاجات في حل الأزمة الحالية؟ وما هو المطلوب لكي تتحالف جماعة الإخوان المسلمين مع بعض الحركات والجماعات التي قد نراها لا تتفق مع جماعة الإخوان المسلمين في الأهداف العادية، ولكن كلاهما يهدف إلى إسقاط الانقلاب، مثلا حركة الاشتراكيين الثوريين على الرغم من أنها كانت قد أعلنت أنها لن تقف مع جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرة واحدة؟ هل لديكم النية للدخول في نوع من المصالحة والتفاوضات مع هؤلاء؟ يعني هؤلاء نوجه لهم رسالتين. الرسالة الأولى وهي أن هؤلاء يعني حركة الاشتراكيين الثوريين تحسب أنها دافعت عن المبادئ وأنها نزلت الشارع واعترضت عن ما حدث في رابعة والنهضة، وتقتنع فعلا بأن ثورة 25 يناير تخطف وأنها يجب عليها النزول للدفاع عن هذه الثورة، وهذه شيء يحسب لها. النقطة الثانية، نحن نقول أننا عندما نكسر هذا الانقلاب فيجب علينا أن يكون هناك طريق واضح أمامنا حتى نسلكه، حتى لا نحدث نفس الخطأ الذي أحدثناه في 25 يناير عندما تركنا الميدان وتركنا الشارع وتركناه للمجلس العسكري الذي أثبت أنه مجلس فاشي بعد ذلك. فبالتالي نقول أن هناك مؤسسات منتخبة انتخبت من قبل الشعب، إذا كنت تتخلف مع هذه المؤسسة فيجب على هذه المؤسسة اتخاذ موقف معين حتى تستوعب اختلافك معها، وهذا هو محاولة ما فعله الدكتور مرسي. فبالتالي عندما نقول أن إذا أردت واختلفت مع فصيل سياسي، إذا أردت إقصاؤه فأقصيه عن طريق الانتخابات، لا تقصيه عن طريق التحالف مع العسكر، لا تقصيه عن طريق التحالف مع الفلول والنظام السابق. والآن اكتشفت أنه ضحك عليك في 30 يونيو وأن ثورة 25 يناير تضيع وأن نظام مبارك يعود بالكامل. فبالتالي نحن نقول أن حتى يكون أمامنا الطريق واضح فيجب أن يعود المسار الديمقراطي ويجب أن تعود المؤسسات الشرعية المنتخبة. ولكن هذه المجموعات يعني حركة الاشتراكيين الثوريين وغيرها مثلا الميدان الثالث يرفضان هم وآخرين عودة الدكتور مرسي، وأيضا يرفضان استمرار الانقلاب العسكري. هم يبحثون عن خيار ثالث، يعني هل تتفقون معهم أو تختلفون؟ يعني نحن قلنا في أكثر من مرة أن اختلافك مع نحن لا ننزل ندافع عن الدكتور مرسي كشخص، نحن ننزل ندافع على الدكتور مرسي أنه يعبر عن فكرة احترام شرعية الصندوق واحترام الانتخابات. إذا ذهب الدكتور مرسي واعترفنا أن لا يوجد شرعية في الانتخابات فهذا ليس مسار ديمقراطي يؤسسه. إذا هم كانوا عندهم حل بديل لهذا المسار الديمقراطي فيقدموه، ولكن يعني الذي طالبنا به بعد ثورة 25 يناير هو أن تكون هناك انتخابات وأن يكون هناك مسار ديمقراطي. الدكتور محمد مرسي قال أنه الانتخابات البرلمانية ستبدأ وأن من يختلف مع حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين ويريد أن يقصي من الحياة السياسية فيقصيها عن طريق الصندوق ويقصيها عن طريق الانتخابات. لا تدع إن كرهك لفصيل سياسي معين يغلب على إيمانك بمبادئ التي نادينا بها في الأول. المبادئ التي نادينا بها هو المسار الديمقراطي وهي الانتخابات، فإذا لم نحترمها فكيف نتمنى أن تنجح ثورتنا بعد ذلك؟ كيف نتمنى أن نبني هذا البلد؟ نعم، هناك من يسألك عبر فيسبوك عن أن إعلان التظاهر في ميدان التحرير في 6 أكتوبر الحالي، هناك من يراه تأخر كثيرا، هم يطالبون بدخول المظاهرات ميدان التحرير، وهناك أيضا من ينتقد هذه الدعوة تحديدا باعتبار أنها موجهة إلى يوم يخص الوطن بمجمله ولا يخص القوات المسلحة، كيف ترد على هذا وذاك؟ يعني هو يوم 6 أكتوبر هو يوم نصر حققته القوات المسلحة ضد العدو، وشهدنا فيها عقيدة وروح قتالية نتمنى أن نراها هذه الأيام. فبالتالي وهو يعني نجح بسند شعبي، فالموضوع يجمع ما بين اثنين، ما بين القوات المسلحة وبين هذا السند الشعبي. فالنقطة الثانية أن نزولنا التحرير يوم 6 أكتوبر هو توجيه رسالة. الرسالة الأولانية أن التحرير لا زال يحمل، نريد أن نرجع للتحرير، هو روح ثورة 25 يناير ونكسر حاجز الخوف ونكسر حاجز الـ 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 يعني
السلبي عن ميدان التحرير الآن، يعني دنسه الكثير من الفلول ومن المتحرشين وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت كان هناك كثير من الثوار أصحاب النوايا الحسنة والثوار الذين يؤمنون بالمبادئ من كانوا موجودين في ميدان التحرير. نحن نريد أن نرجع لميدان التحرير روحه، ونريد أن نقول أن الثورة موجودة في كل الميادين وليست مقتصرة على ميدان معين، وفي نفس الوقت نوجه رسالة لأفراد القوات المسلحة، نحن نتمنى أن ترجع العقيدة، عقيدة 6 أكتوبر، نتمنى أن يرجع الجيش إلى ثكناته، نتمنى أن يرجع الجيش وأن يحمي أمننا القومي، ولا يوجد في المدارس يعتقل الطلبة ويعلمهم كيف تكون الشرعية المسلحة. عبد الفتاح السيسي وهؤلاء الانقلابيون أفسدوا الجيش بإدخاله في المعترك السياسي وبإدخاله في الحياة السياسية، وأفسدوا الحياة السياسية بإدخال الجيش فيها. فنحن نطالب بالجميع أن ننزل معنا ونكسر هذا الانقلاب ونحاسب هؤلاء القتلة حتى نستعيد جيشنا وحتى نستعيد مؤسساتنا وحتى نستعيد ثورتنا وحتى نستعيد مصرنا. نعم، شكرا سيد عبد الله الحداد، عضو المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، في نهاية هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. لكم تحياتي أنا حياة اليماني، الجزيرة ومباشر مصر، وإلى اللقاء.